الأبرز للتنافس على الكرة الذهبية في المواسم المقبلة، إذا استثنينا هذا الموسم أين سيفوز بها بنزيما بدون أي شك؟ لا، ولكن كان فرق كبير. محمد مبابي يلعب في الدوري الفرنسي، وهالاند يلعب في الدوري القوي اللي هو الدوري الإنجليزي. إذا ما كاش مقارنة. أفضلية. بالنسبة لي الأفضلية راح تعود لهالاند. هنا هالاند يعني اليوم كسر كل الأشياء، حتى هذاك التأقلم. عمار لما يقول لك لاعب ما تأقلمش مع الدوري هذا، هو مباشرة شاهدوا معي تصريح جريليش.